أجدلك بتنفصها كذا كذا لازم أقفلها شيء وصيد وغرفة خروج وفلور وكونتنت. هنا طبعا لو بدأنا بتمر ترينكل أول سطر بيقول إن هو ديبريشن شالو ديبريشن شالو يعني إيه مش قوي. علي المثلث معلوم يبقى أنت لو قلت إن هو شالو ديبريشن إنفيرت الترينكلر شالو ديبريشن يبقى أنا هديك شرف بني آدم هنلاقي عنده عنده من العضلات عاملة ديبريشن كده. ده شالو مش قوي طبعا. طيب الريشن بتاعنا ده مقلوب مثلث مقلوب قمه المثلث اللي تحت وقاعدته فوق يبقى انا عندي ترينجل اسمه فيمورال ترينجل اسمه ايه؟ فيمورال فيمورال ترينجل ده شكله ايه؟ انا مثلث ده اسمه ترينجل اي قمه فوق ده تحت قالوا تحت يبقى ايه في تحت يبقى انفرت ترينجل. قالوا طيب هو عباره عن ايه؟ ديبريشن شالو ديبريشن كده عملت عضلات مع بعضها سميته الترينجل ده فيمورال. يبقى اول سايت او تلتين اثار الشكل. كمل الكلام كمل الكلام شرحا لحاجه جديده اللي هي اللي قلنا بعد كده البوزيشن. فاور سير بتاع فرانت اوف ذا سايت انت السطر الاولين اداك معلومتين. معلومه مين يقول فيها ايه؟ قال لك ان هو قلنا بعد كده ان المثلث معلوم. المعلومه الثانيه كمل فيها ان هو كانوا في اور سيرف بتاع فرانت اوف ذا سايت. يبقى كده هو ده اللي كان معلومه اولين دي. بعد كده هيخش على الاوردر والباوندرز بتاعته. محطوط بيه ده الاي واللاتر الاي والابكس اي والبيس اي. محطوط من فوق ليجمنت اسمه الجوانا ليجمنت. الجوانا ليجمنت الناس الصحيه هو اللي هو الاوردر بتاعها اللي سمعتها اول ما جيت الكليه اسمها اكسترنال ابدومينال. لو حد فينا ذاكر زمان كان في عضله من قبل كده بتطلع منها بترانسميتر. العضله دي اسمها اكسترنال ابدومينال. العضله دي هي بتبقى نازله داون فورورد كده وبتعمل ابيليروس. الابيليروس ده بيسبب تروح في الريجن تبريك الجواين ولا تبريك سباين او الليجن تسميه الليجن ده الجواين. يبقى لما اجي على واحد فيكم مثلا سؤال يبقى لو ده السايت بتاعي انا عامل كده ده الريجن تبريك وده المصدر بتاعي. في الحاله دي لو عملت كده معاك اقول ايه؟ الليجن ده اسمه الجواين الليجن بتوصل الدنيا من ايه؟ من الريجن تبريك لغايه السباين. اسمه السباين دوت سوبيريور اكس واي. اللي كان في مع بعض دلوقتي هو اللي هو الاوردر بتاع الابيلوس بتاع عضل الياه اللي الناس بيها العرب دي لا تبقى السنه الجايه اسمها اكسترنال ابدومينال. يبقى الكوين اللي كان مش حد خاص كده ده هو عباره عن الابيلوس بتاع عضله اللي هو الاوردر بتاع دخل وعمل اللي كان اسمه اللي كان في الدوري الكوين. يبقى لو واحد لو جينا قلنا مع بعض يبقى في اللي كان اسمه الكوين بيس. اما احنا عندنا عضله اسمها دكتور رومز بتطلع براوند التندو تحت البيبي اكتمال والتندو التامن استرشاق من فيما العضله دي بسميها الدكتور لونجز. ليها 100 جرام بوردر وليها 3 بوردر. الاول الاساسيه ان العضله دي تولد وهي غايبه مش عامله زي كف ايدي كده مايله. ايه معنى مايله؟ ان 100 جرام بوردر بتاعها اتعالي وال 3 بوردر بيزواطي. فيبقى العضله وهي موجوده في مكانها هل العضله محطوطه كده كف ولا مايله شويه؟ مايله. مين اللي اعلى من مين؟ الميديال بوردر اعلى من اللاتر بوردر ده اللي هنا كده. فبالتالي الميديال بوردر بتاع العضله ده هو هيبقى الميديال بوردر بتاع الترينج. ماشي. اللاج سبتوريس كان بتطلع من التيو سبريك سباين وتنزل بين في الاول سيرت كده وبعد كده مر ليست بيرد دي السبتوريس. السبتوريس كان بتبقى مش مايله محطوطه عين كده. ايه كده يعني ايه؟ الميديال بوردر زي اللاتر بوردر سوا واحد. قال لك طب ايه رايك بقى؟ انا لما بشرح بني ادم وارشيف الادكتور لونجس الاقي جنبها البكتينيس وصوبس ميجور جايه من فوق ومعها عضله اسمها الياكس هلاقي حاجه جميله جدا للطبقه الصحيحه. ان انا في الادكتور لونجس مايله كده مايله مش كده كده وانزل الاقي حفره بقى فيها بكتينيس واطلع شويه صوبس والياكس والاقي ان البوردر يقابلني ميديال بوردر بتاع عضله اسمها سارتوريس. ميديا بوردر بتاع مين؟ سارتوريس. الأول بقى اللي شطار جدا ليه خدنا الميديا بوردر بتاع سارتوريس ما خدناش اللابتا بوردر بتاعها؟ السارتوريس عيب مش مايله مش كامله لا للناس اللي ناويه تفهم يديني الكتاب ده كده وتقول تاني. لو انا عملت الكتاب كده ايه الفرق ان الكتاب امسكه كده او امجله شويه؟ الناس اللي شايفه الادكتور لوكس واقفه كده ليها ميديا بوردر عالي وتنزل تحت كده وتعلى تعلى مين اللي واقفه دي؟
سبتوني سبتو بوردر زي بعض. يبقى انا اسال سؤال ببص كده على السايت، النيت ده البوردر بتاع مين والنيت ده البوردر بتاع مين؟ حدود الزراير بتاع لما كده ميديا الاوفر داكتور لونجس وميديا الاوفر توريس. انا عندي حفره، الحفره دي اعلى حاجه فيها هنا ايه واعلى حاجه هنا فيها ايه؟ بقى لما كده على ميديا السايد يبقى ميديا البوردر اوفر داكتور لونجس، وعلى الاذر سايد ميديا البوردر اوفر توريس، والدلتور ده تاني. تمام، الناس اللي عارفه صح، لو هنا ميديا الاوفديه وميديا الاوفديه عديتوا الثلاث تبقى تحت لفوق، يبقى التراين ده حفره اعلى ما عليه على الميديال سايد ايه واعلى ما عليه على اللاتر سايد ايه. مش شفت بقى على الميديال سايد ميديال بوردر اوف الدكتور لوفيس، وعلى اللاتر سايد ميديال بوردر اوف ساتر. هو كلمه لطلب المعلمين، وعلى هذا الكلام تبقى الدكتور لوفيس جوه التراينجل. طب مين المرميه بره التراينجل دي؟ ساتوري، لان خدت منها اي بوردر بس لما كده ميديال بوردر. الاكس بتاع التراينجل وبعدين وفلت مين على مين؟ سارتوريس راكب على اني عضله الدكتوروس. كمان كل ما تجيب سيرتها مش شرط الشرح لسه اسمها الدكتور كمان، بتبدا من عند الابس هنا كده وتنزل لتحت كده في الميدل سيرت والشرح قريب جدا جدا جدا. يبقى الابس بتاعتنا كونتينوس مع كلام اسمها الدكتور كمان. الكلام اللي بتديها عند الفتحه اسمها الدكتور هاي. السيرت مش قادر اقربها، كل ما اقربها مره كده لغايه ما اشرح الدكتور كمان وانتوا لازم تستمتعوا بيها. انما الكيس لغايه ما نوصل كده عند في حاجه اسمها فيمورال تراينج، قلت له بيس وعرفت له يا اولاد لما كده ايمس وميديا البوردر ولا تابور بين فلور وروف. مين يعمل الفلور؟ اربع عضلات. الاربع عضلات دول مين ومين يا اولاد لما كده؟ انا عندنا دكتور بيدو جدا، العضله دي اللي سميتها الدكتور لوفيس، والعضله اللي جنبها دي اسمها بيكتينيس، والعضله اللي سميتها سوماس ميدو، ودي اسمها الياكي. كل الناس تعرف ان السوماس مع الياكي بيسموه ايه؟ سوماس. يبقى الفلور دي كم عضله؟ اربع عضلات. طبعا واضح من عندنا الغزير ان الدكتور لوفيس مرة كبورتر وكمرة كفلور، مش شرط لا ان الدور طبيعي كده، ان السبتيلا دول كمرة واحدة اللي هي لما انت خدت منها اي بوردر الميديا بورد، يبقى انا عرفت عن التراينجل مكانه كويس. تمام تمام، وعرفت البورد ده ايه الاولاد روف وكونتنت. مين الروف بتاعته ومين الكونتنت بتاعته؟ قال روي سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. سكين طبعا مفيش ضغط. الدي فاشيا كان اسمها فاشيا لكن، والفاشيا لاتا اللي موجوده للطلبه المحترفين موجوده هنا مغطيه الصدر، والفاشيا لاتا اللي مغطيه الصدر دي بيبقى فيها فتحه اسمها الفتحه اللي بيسموها اولاد صافي نس اوبرنج. اسمها ايه؟ صافي نس اوبرنج. بيبقى فيها فتحه كده اسمها الفتحه الموجوده صافي نس اوبرنج. والصافي نس اوبرنج بتاعتي ديت هيعدي منها بين اسمهم صافي نس بين او بين صافي نس فاشيا جوه يفتح في الفيبرال بين. يبقى الفتحه اسمها ايه؟ صافي. يبقى لما جه يسال السؤال ده الروح عباره عن كام طبقه؟ ثلاثه. سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. دي فاشيا اسمها فاشيا لاتا، والفاشيا لاتا اسمها خرومه، والخرم اللي فيها اسمه ايه يا ولاد؟ سافيناس اوبري، عشان بيعدي فيها بين اسمه لونج او بين سافيناس بين. في هذا الكلام؟ قال طيب السوبرفيشال فاشيا فيها ايه بقى؟ قال فيها الاربع بنت بتاع البنت ده طبعا اكيد. يبقى لما يسال سؤال البنت ده طالع من تحت لفوق من اول صابع رجلي من الفوت من تحت ويطلع كده 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 بيخش منها عشان يفتح في الفيمورال بين. اسمه ايه البيت الطويل ده؟ سميته بيه، سميته لونج صافي نازلين، سميته ليه؟ لونج او جريد، بنسميه جريد او لونج. ماشي، جابوا لينف نودز مرصوصه زي حرف تي كابيتال بالانجليزي. اللينف نودز اللي مرصوصه حواليها ولاد اسمها سوبرفيشال انجوينا لينف نود، ليها مجموعه فيرتيكال تبقى بارير ليه، مجموعه فيرتيكال بارير ليه، ومجموعه هورزونتال بارير ليه. وعلى ليه يبقى عامله زي حرف الدي كابيتال، الدي كابيتال كده كده وكده. فانا كده في السوبرفيشال ايجوانا لينف نوت السوبرفيشال فاشل. واحد يجي له التهابات لصوابع رجليه، اللينف فلويد اللي بيجي من بين صوابع رجليه بيمشي اللينف بس لغايه هنا ويكبره. فالعيال ممكن يبقى عنده التهابات من الجمعه بريحه وحشه وكلام من ده، وانا فارق معايا. يجيبوا العيال ده مين لما كده؟ المجموعه دي اللي اسمها السوبرفيشال انجوينا لينف نوت. احنا نفوتها مع بعض الديتيلز الديتيلز عشان ما تتعرضهاش للطب ما تبقاش مكسوف. مش شرط لا، يبقى هي لينف نوت هنا متفاجئ. عامله زي حرف مين لما كده؟ دي موجوده في السوبرفيشال فاشيا. معنى انها في السوبرفيشال فاشيا مجرد تتضخم وتتحسن. مش شرط لا، هي لو كانت دي بتديك فاشيا اهل ملفونه والعيال مش حاسس، انما دي هتكبر هنا هتبقى عيل ايه؟ العيال الحمد لله لسه. فالمهم مع بعض ان لينف نوت ولاد سوبرفيشال انجوينا لينف نوت. يبقى الروح بتاعنا في مين لما كده؟ سكين
سوبرفيشيا فاشيا ودي فاشيا. الدي فاشيا فاشيا لازم تجي لها فتحه بتاعت قلب. وفيها الار ان تعبير اسمه جريس ابيرازين. وجريس ابيرازين مخصوص حوالين الفلود مجموعه فيرتيكال بعد الاجوان اللي جت في مجموعه هورزونتال. مش كده لا قلب تاني موجود فيه توكسين يستخدم. واحد مشكوك في وجوده واحد موجود فعلا. المشكوك في وجوده اسمه ايه اللي من جواه؟ محتاج تبص انا جاي. نبي كده ايه من عند منطقه الايليا اللي هي جوه ورحت لمنطقه الايجوانيا اللي جت اسمه ايه الايجوانيا اللي انا شاكك في وجوده بس انا عمري ما سمعته في الكتاب. فبيقولوا النبي اللي بيجي من فوق كده عدى حته صغيره من الروف اسمه ايه الايجوانيا بس اولاد ايه. النبي التاني بقى اسمه فيمورال برانش دي تجرب. لما بتيجوا في سنه من سنين من السنه الجايه هتعرفوا معايا اللي جاي. لما افتح مقطع الانسان الاقي في عرض اسمها صوص فيتو اكيد سمعتوا عنه. الصوص فيتو اللي هو ثلاثة من الأورجن 21 عندنا كم صوص ميجر عندك؟ ما شاء الله والله الحمد لله رب شرح صوص ميجر هنا صوص ميجر هنا. الصوص ميجر دي لما تفتح بطن كده بتزق الأنف كده يمين أو شمال تخش تلاقيها جوه كده أهو تقع خارج منها نرف هيدي للجين بتاع الأورجن وهيدي للصاير بس عمو جين التفيمر النرف اسمه إيه؟ جين التفيمر. قالوا جين التفيمر ليها تسميه الاسم دوت عشان هو هيبتسم البرانشين برانش للجين بتاع الأورجن عنده سنة تانية وبرانش للفرانت اوف ذا سايد عنده سنه اولى. طب اللي رايح للسايد يسموه ايه؟ فيمورال برانش او جين التوفيمورال. طب اللي رايح للاكسترنال جين تاني هيسموه ايه بقى لما كده؟ جين التوفيمورال او جين التوفيمورال. يبقى في لعبه في الاخر من هتدرسوه سنه تانيه اسمه جين التوفيمورال. هتسال بكام مره اثنين واحد للسايد يبقى اسمه ايه بتاع السايد اللي قدامه اسمه ايه بتاع فيمورال برانش او جين التوفيمورال اسمه ايه؟ فيمورال برانش او جين اسمه ايه؟ فيمورال. هلاقي تحت الجلد سوبرفيشيا فاشيا وسوبرفيشيا فاشيا فيها اثنين صفر اثنين طعم وشويه جلد بنود ملزقه جنبه كده وهلاقي كمان نرف اسمه ايه كويس وانت ما اتحرقتش فيه انا واقف في السكشن واحد قال لك لا مش المفروض الاعصاب شغال بس هو بتعمل الوزاره لو احنا اتفقنا ليه او شغال. طب النرف الثاني اسمه ايه لما كده؟ فيمورال برانش الحال بتاع ده فيمورال برانش عارف اسمه فيمورال برانش فما اقدرش اتكلم معاه. طب ايه تاني موجود؟ قالوا برانشات الفيمورال اربعه ليه سوبرفيشال برانشز سوبرفيشال اكسترنال ميدندا سوبرفيشال سيركمفيرنس الياك سوبرفيشال تريجاستريك اوعى تحفظهم الا بناخد الفيمر ارتري وانت بتبص عليه كده ايه العرض ده يبقى مش الفيمر ارتري بتحقق شرحه وحفظنا ان شاء الله مش كامله يبقى سوبرفيشال برانش من الفيمر ارتري موجوده في السوبرفيشال فاشيا طبعا مش هتشوفها في المشرحه النهائي لان المشرح بياكل الكلام ده كله يعني اخرج دي فاشيا لو شفتها مش كامله الا بنرجعهم مع بعض ريتن اعرف يعني الفيمر ارتري موجوده في اي سيرت من السايت تقدر تشوفها ولا لا في الاعرى السيرت بتاع الفرنت اوف ذا سايت مش كده لا في السيرت الفوقاني دوت الترايب دوت حدوده ايه ميديا حدوده ايه لاتر حدوده ايه من فوق قبل ما ينام من فوق ليه جاب اسمه وميديا لمين ميديا بوردر اوف الدكتور تعالى بقى انا بشرح حاجه بتسال اي حد في اللي انا قلته مش كده لا المحاضره دي بس لان المنظر العام مش كده لا رحيل للنور رحيل للنور واللي عايز يسالني يسالني يمكن افوق لان انا مش هقدر اشتري فلو جينا مع بعض يبقى ده عادي ترانج يا ولاد فيلم ورا ترانج حدوده هنا على الفرنس وقت الصاير فيها رحنا للبوردر رحنا للروف في الروف الباقيين عنوان اسمه كونتنتس. ايه الكونتنت اللي جواه؟ كونتنت اللي جواه فيلم ورا الارتري اتس برانشز فيلم ورا الفيلم اتس تريبيوترز فيلم ورا نمبر اتس برانشز طبعا ما تقعدش تحط البرانشات دلوقتي ويستنج تايم منتهى الاستهلاك انك تبقى عمال تحفظ البرانشات بتوع ارض اسمها ويقول كده هو قد ايه بتاع ثلاث حصص او ثلاث صفحات تلاقي مشهور في الارض بيتلف بتاعه. طب اعمل ايه الارض؟ لو بتقعد في الارض ببرانشات وفي مربين بالتربيوتر بتاعه. طب انت بتذاكر دلوقتي؟ انت لو طبعا كنت بقى لازم عارف انت بتقول احسن مني. انما عايز اسال سؤال تاني يبقى عندي هنا في الفيمور ترينجل انا في فيمور ارتري ولا في فيمور الدين ولا في فيمور النوم ولا هنا بسم الله تكتيك ناس تاخد تصاعد. بصوا معايا كده ليه مستحيل. يبقى الكونتنت بتاعتنا يا ولاد كتيرة جدا 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 عشان كده الكتاب يا دوبك حرف لله قدم ده سؤال للطلبة الصحيحين. الكونتنت بتاع الترايب بتاع ولاد للطلبة المختلفة انا كتبت نفس القلم اللي هم جايبينه هم سايبين القلم ده القلم ده يا ولاد اهو ده بنت قلم ايه؟ اسمع يا ولاد بقى معايا يبقى لو جينا مع بعض للطلبة الصحيحين لو ده صحيح بص له كده وعملت كده معاك مين العضله اللي انت دي سميتها؟ الدكتور لونجوس والعضله اللي جايه دي سميتها سابتوريس محدش سامحني هي بقى هي بس
الصعب ازاي؟ هنعدي هنا كده ولاد في عصر نازل اسمه فيبر ارت. الفيبر ارت ده لازم يكون لتحت الطلبه الصحيحين. نازل كده من قمه التراجل لقاعدته من فوق لتحت كده اسمه فيبر ارت. ليه ماتش مشهور قوي هتشاف لما شخص اسمه بروفاندا فيبرس. بيطلع من البوست الراب القلب بتاعه كده متميز قوي. ده بروفاندا بيتشارك هناك هنا اسمه بروفاندا فيبرس. يعني لو انت في المشرحه مع اي دكتور مثلا كان شاطر هوريك فيبر ارت وديك بروفاندا فيبرس. والباقي مش عليهم. هنا هم دول برانشات هيبقى فيبر ارت وبرانش اسمه في اصلا برانش بقى مش وقتهم. هنلاقي مين اسمه فيمورالدين ده ميديا للارض. فيمورالدين ماشي ميديا للارض كده. والاثنين ربنا عامل لهم بلاك من الفشه اسمه فيمورال شيز. الفيمورال شيز ده يغلب اول 4 سم منه كده. شيز فشه هتضيف المحاضره ان شاء الله النهارده اسمه الشيز دوت فيمورال شيز. طيب بعدين ايه كمان؟ عندنا في فيمورال نيرف بس بره الشيز. لا تقلب. ونيرف اللي ماشي على ده سايت اسمه لا تقلب نيرف الزفارة. في نرف جوه الشيز مع الارض اسمه فيمورال برانش وبتينت فيمور. الناس اللي قاعده صاحيه يقول لك ده المديحه الفيمورال برانش وبتينت فيمورال في الروف ودلوقتي يقول فيمورال برانش وبتينت فيمورال في الفيمورال شيز مع الارض. طبعا الناس اللي تخلص سالمونه يقول لي عادي مشي في الشيز جنب الارض وخرم الشيز وخرم الفرشه وراح للجلد غصب عني وعنك يبقى دول كم مره نعمل لما كده اتنين مره جوه مين وبره مره كنتين ومره اثنين في الروف عشان نقدر الشياطين يبقى البرنش اسمه ايه لو كده فيمورال برنش وبتنت فيمور مش مع عرض جوه مين وليه الشيت يبقى الناس بس الشيت ده عندهم فشه كده تتكلم كده اول هرم الفيمورال شيت بتاعنا ده بيغلف اول 3 او 4 سم من الارض اللي اسمه فيمو ارتري وفيمورال دي تمام لا تلوم بره الشيت هنا اسمه فيمورال نيرف والفيمورال نيرف يا ولاد ده عامل زي المقشه مقشه شيء لما تخش المشرحه انت شفت اندر ميت استمتعت مش شفته لا حتى شفت فينك بيه ده تلاقي نيرف بان جدا اول ما تخش سايت اسم البرانشات لو عندكم مقشه في البيت بص لها كده بمعان شديد وتعالى المشرحه هتنزل المقشه انا كنت مقشه طبعا مش كده ولا المقشه ليها عصايه كده والله المنظر الاول على الفيلم بيبقى ضارب حاجات كده بنوثقوا بيها مش كده بقى وحتى هذا الاشعار هو مقشه شيء بالظبط تحس ان حاجه قدامك برانشات كتير كده وانت اول ما تبص عليه هو طول بنش واول ما تخش سايت مليون برانش ده اسمه ايه البرانش التنرف ده اسمه فيرور نيرف الكلمه دي ولاد الطلبه صاحيين فان 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 ايه الفان بتاعتنا دي يا ولاد ترتيبهم ازاي لو في ميديا لاترال فين ارتري نيرف بس الفيرور الارض اللي جوه الشيس اللي اسمه فيرور شيس والنيرف اوت سايد مين ولاد الشيس على اللاترال سايد في نيرف هيبقى اسمه لا تكتينس نيرف اوف ذا سايد اسمه ايه؟ لا تكتينس نيرف اوف ذا سايد اللي جاي هتسيبه كويس قوي ميتا للبين جوه الشيس هنا كده في لف نود اللف نود دي اسمها ديب انجواينا لف نود اسمها ايه؟ ديب واحده من ديب انجواينا يسموها باسم خوايا بس انت ما تقدرش تسمعها يبقى اسال سؤال ليه كونتنت الفيمر تراينجل؟ هو حاجه غريبه جدا طبعا الصحيحين هقول لكم كده ولا كونتنت الفيمر تراينجل واحد اثنين ثلاثة زائد شيز اللي يقول لي مين واحد اثنين ثلاثة زائد شيز ده يبقى معلم قوي واحد وان حاجة اللي هي ديبنج بقى ليمف نود اثنين اثنين حاجة بيصل تمر عرض في مريض ريشن ثلاثة ثلاثة حاجة تمر النفس والتمر بريس دين سمر ولا تبتين يستر اوف ذا سايد اي كونتنت بقى وان جروب من الليمف نود وان جروب اوف ليمف نود اللي هي ديبنج وايد واثنين تو بيزلز ايه البيزلز الموجوده لو مع كده انا في مرن ارت ببرانشاته وفي مرن ايه بتريجيتراته طب النيرفات الموجوده في مرن نير وفي مرن برانش وكلمه في مرن نير ولا تعطيني السير اوف ذا سايد مش كده تعرفوا مين التجربه دي دكتور مقصد مش كده لا كنت قاعد هو معاك كده من زمان قال لك كنت انت في مرن شيز واحد اثنين ثلاثه وسبيشال ستراكشر مش كده لا مين السبيشال ستراكشر ده شيز اسمه فيمورالشي ان انا كنت بالقصر العيني سوبر مهمنا عشقا بالفيمورال ترايجل مش كده لا وقال لي الامتحانات كم مره جت في الاتنيات بس بلاش الاتنيات الفيمورال ترايجل اللي فاكر كويس جدا 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 الديتيلز المكتوبه مع كل حاجه في الصفحه نقيل التايتلز بتاعتها بعد كده هنفصل ان شاء الله باذن الله ده جيت اللي انا لسه فيه فيمورال فيمورال ترايجل ده شكله ايه؟ المثلث بعيد ولا مقلوب؟ مقلوب موجود في الاربع سن بتاع الفرد الناس الصح يا ولاد هنا كده محدود محدود من فوق ليجر اسمه ليجر في الحجم
لازم دروب بس عشان دروب كنت بعد ما صار شكرا لا مش كنت مثلا الشغل كنت ما صارش 100% قالوا لي مش تمر طيب بتاع وصل يا ولدي بصوا لنا معايا لا مش بتمر مش كنت والله ده فروخ انا مكمله الموضوع كمان بص الاعلان الثاني بقى بص بقى من كده اللي عندنا هنا الاول عباره عن تاني فرنجي تبع فرنجي بص الاعلان اللي عندنا ده بص الاعلان ده معايا طبعا ده تبع فرنجي بتاعت الامكان اسف مين اللي جبت المفهوم ده؟ مين اللي عرف اسماء؟ دكتور رومز وده مين ده البورد ودي سارتوريس وده اللي بورد ده فيها مين؟ والليبكس هنا والبروف البيت بتاعته اللي جنب ده مين الفلور بتاعنا؟ دكتور لونجس بكتيريس سورس ميجور بعض الاسماء اي بي اي كاس ده الفلور بتاع التايم بتاعنا بص بقى معايا كده قول لها كنت كام؟ طب حد فينا بيقول لي في الراجل ده كده؟ اولا دايما مين اللي جنب ده اللي جنب واي من بيبي تويتي اللي ده تاني سباير مان انتيور سباير سباير طب مين عدد اللي تبقى مين اسمها سارتوني مين عدد اللي تبقى مين الدكتور رومز وعرفت كده بدات تراجع طبعا هنا عند الايبس بتاع الفرنك اكمل تحت السارتوريس اللي كان اسمها ساب سارتوريا كانال اللي اسمها الدكتور كانال مين ده؟ المدام ده فيمورال مين وده مين ده فيمورال ارض وبريتش دوت اللي هيبقى بروفاندا فيموس مش حلو لا لما مسميين دي ارتري اوف ذا سايد مسميين الاسم دوت طب مين النرف اللي موجود هنا ده سميته ليه؟ طيب جيبي انا عايز مرتين بس او ثلاثة او خمسة واحدة بس
هلا بلاد اسمعوا. الحمر الجنس يا بلاد شكله فرق الشيب. الفرق الشيب ده وقتنا موجود في الأمر بارد بتاع الفرق التصحيح. والفرص فشل. ممتد من فرشة الأرض. في الأمر بارد بتاع الفرق التصحيح. العدلة الدولية اللي هي بوت. وليجم ده اسمه إجوانا ليجم. تمام. أسألت سؤال. فين الأرض بتاع العدلة ده؟ هنا كده. بالمثال كده ومفخر كده. حلو قوي. الأرض الدولية بتنطق من جوه فشية اسمها فشية ترانسفيرسيت. في عضلة اسمها ترانسفيرس ابدومينس هتاخدوها بقى الزلازل في الفترة الزلازلية بقى بتنطقنا فشية. هنا القصة دي كان عليها عضلة اسمها إيكس وعليها فشية اسمها فشية إيكس. تمام إيه اللي بيحصل بقى؟ أنا الفشية اللي هنا ديت بتاعت الفشية الابدومينال بتنزل السايد كده اللي قدام بتاعها. وفشية الإيكس اللي هي كده الفشيتين دول لو عملتهم كده يبقى عملوا لنا شيز اسمه الشيز ده كده كده ميمورا شيز يبقى في نمبر في ميمورا شيز وهو فاينل شيف شيز كويس قوي امتداد من الفرشات في الارض حوالين القمر 3 او 4 سنتيمتر من الارض اللي اسمه فيمورا ارضي وفيمورا دي والفيمورا نيرف بره الشيز ونمبر جوه الشيز اللي جوه الانتظام كده اسمه فيمورا برين وكده اسمه فيمورا برش جنب الارض ويخرج ويطلع بره من كده الفيمورا شيز ده بالصوره دي ليها انتيرور مية من الانتيرور فشة جاية من الانتيرور ابدومينال وورد اسمها ايه الفشة دي؟ فشة ترانسفيرسيت. طب ايه رايكم يا ولاد اللي جاي من ورا فشة اسمها فشة الياس؟ هل فيكم معاك كيس كان بياكل سندوتشات النهارده يا ولاد؟ جنب الارض مثلا كيس سندوتشات مفيش حرج مش كده لا كيس سندوتشات انا خاص بكيس جدنا. ايوه انا ولاد بص يا ولاد بقى الكيس ده يا ولاد مالي بص الكيس فشة لغاية الدايفرام فوق لغاية البلبس ده الفرشه اللي قدام بتبطل جدار البطن والفرشه اللي ورا بتبطل دي اكس وتصير ابدون الروز لو بتفهموا بقى اللي هعمله ده وتبقوا معلمين قوي حاجه زي كده مش كده لا فما عملت ايه لو ما كده الشيز يبقى الشيز ده عباره عن امتداد من الفرشه اللي منين ومنين من قدام ومن ورا قدام تبقى فرشه اسمها فرشه ايه ترانسفيرسيت ورا فرشه اسمها فرشه مين دي اكس يبقى الفيمورا الشيز هو عباره عن شيز من الفرشه في الابر سير او ابر بارت بتاع فرانت اتصال جوه الفيمورا ترين يغسل فيه لو معايا كده قطع 3 أو 4 سنتيمتر من فيمورا ارضي فيمورا ارضي مين الشيء ده اسمه ايه لو كده؟ فيمورا ارضي ده اسمه ايه؟ فيمورا ارضي بالله العظيم ممكن تحط صوره المتصل ده والله ما بهزر مش كده لا اللي عنده صوره المتصل في الايه؟ يلزق عشان لما يجي في الامتحان في سؤال ايا يكون نوع الاسئله اللي تيجي وترجع تصوت براحتك مش كده لا يبقى جيس مهم جدا وانا بصفيه في الاخر جيس سوبر ده السنسات لو ماما دكتور هيبقى كسار خن لو ماما دكتور بيدلف سفاك شوف مش فاكر فالله لو شفاك راح لازم يتعرف يبقى جيس مولين فيمر رشيس اسأل بس قال بس صح الفيمر رشيس ده عبارة عن جيس من الفاشية طول قد ايه لما كده 3 أو 4 سنتيمتر بيغلب مين لما كده ولين بيغلب الأمر بار بتاع الفيمر أرض والفيمر البين والفيمر الليل مش كده ده فيها خناقه طبعا كبيره قوي طيب انا لو عرفت ان الفيمورا تشيز بتعمل والناس صح يا بابا الفيمورا تشيز ده وهي اللي بنعمل فيه تو سبتيشن انتروبوستيرو واحد كده انا عارف انك كنت فاهمه سبتم وسبتم تاني كده محد السرحان ايه؟ لو عملت كده الورقه ما فيش بركه فيها بعد كده وهي تعمل انا حسيت والله انا بين اسمعوا لو ده حاجز ولا حاجز تاني يلا بالبطون ده حاجز كده وحاجز كده شايفين كده الحاجز دي انتروبوستيرو تتحط جوه الشيت ده اسمه ريد جوه الشيت لو عملت حاجز من قدام لورا كده وحاجز زيه كده يتقسم الشيت ده كام كومبارتمنت كده لو ده تاني تعالوا نرسم الكلام ده وشوف تقدر تصور ايه الفيمور التوريد هتقسم بتو سبتيشن انتروبوستيرو ده كام كومبارتمنت توريد تاني لو سالتكم سؤال استاذ وبتعمل حاجه كومبارتمنت العدد الغريب قال المنظر بتاعي الفيمورال شيز هعمله كده هعمل سيرتم كده واعمل سيرتم تاني كده كده مين تالت وكده اسالته كام كومبارتمنت في الاولاد التالت التلاته كومبارتمنت دول مين ماشي في الميديا كومبارتمنت والانترميديت ولا لاترال ماشي في فيمورال ارتري ونيرف اسمه ايه اللي ماشي معاه؟ فيمورال برين وبتدي فيمورال نيرف ده في التلاته كومبارتمنت طب مين في الميدل كومبارتمنت؟ فيمورال مين؟ اما الميديال كومبارتمنت
na kushaya. Waisi mufiru wa mtenei. Mubikapishwa yitse, we lymph node is for kawaga smu kuluki. Isma lymph node of kuluki, di wahda mini deep and wide and lymph node. Malata za suhail, la tawa wa sahin. Ila adi da min da wala kama kada, di nita kida wlil, mutafu lazim. Inas il rosu aya kida wlil. Ila adi da kida, itasib da shiz, tawa hua shiz, wa fani shiz, shakla. Iba la arifan, ili adi da gomla kida, wa tasi shakla. Expansion mini deep touch of tawa hua kama kada wlil. هل سببت الأمر سريع لماذا طول كم سنتي لما أسأل من 3-4 كما أبدأ أنه سببت 3-4 سنتي لطول من 3-4 سنتي كلام ممتاز أخرج وشكله إيه؟ فاني الشيل وجاي من فرشة مين؟ الأرض لأن كي رول ابتدت بفرشة اسمها فرشة كرام كرسيت وقصي رول من ثلاث فرشة اسمها فرشة إليان كلام ابتدت واضح مش كده بقى الناس اللي عندها ده مهمين This cheese is divided by two anteromuscular septa. Septa can make a little septa. And to come from bar, to come back to that tail. Meet letter from bar, where intermediate to meet. And letter from bar, to contain a mean femoral artery. Well, I hear this way. Femoral vein. So, femoral cell. Well, I hear a mean intermediate, that's the very small, femoral vein. I'm a letter meter from bar, to the core short. بنسميها بلد لما كده بنسميه فيمورال كانيل الكونتينمنت فلو لو قلبت صفحه هتلاقي كونتينت اوف فيمورال كانيل مكتوبه تاني مكتوب فيها كونتينينج وان ديب جواين الليمف نود بنسميها الليمف نود بتاع الخواجة واحد خواجة اسمه كولوكي بقى عليه فرنساوي من تي لا تنطق مش كده كولوكي ديت تبقى في السوق مش كده لا اسمها كولوكي انا ما خدتش فرنساوي بس هم عندهم خطبه بالقاهره فده تي لا تنطق مش كده لا من الليمف نود بتاع الخواجة كولوكي هنرجع نقول الكلام ده تاني اول ما اعمل الصفحه تاني بس المهم ده من الشيس اللي عندي ده سميته فيمورال شيس اللي انا قاله هو الراجل كده واللي انا رسمه على البورد كده هل دول الشيس هنا قال له كنت في السنة قال له تمر الكنال يعني جاي الشيس اللي انت البارد بتاعه is longer than any part of the middle part ان انا بطب القصر العين سوبر ما لناش عن بالتمر الكنال يطلع بقى الطالب من التمر الكنال على فكرة عشان قاعدة تسخن يعني لو جاي التمر الشيس انا هشرح الكنال ده بقى للصفحة يعني هقلب الصفحة الاقي فايت الاسم تمر الكنال تطلع من الامتحان تقول لي الصفحه ما تقولش مش كده لان الجمال قلبوها وكتبوها مش كده لا غشتهاش اللي الشعر غشتها الفمر الكريم لا تتجزا تجزء منه ده احنا العظميتها عملنا لها صفحه وعنوان هي الاكثر سخافه ان يبقى تايتل الامتحان جوه تذكره الفمر الكريم مش كده لا فيبقى ده طبعا اكثر صعوبه يبقى مره ثانيه يبقى انا عندي شيز اسمه الشيز ده لو كده فمر الشيز والميديا البارت بتاعه اسمه فمر الكريم لو جالي سؤال ريدل ديسكرايب الفيمورال شيز اكتب كده اشرح يا شريف اشرح يا مدحت اشرح يا محمد الفيمورال كانيل تلاقي اسمك مكتوب كتبت نص جدا اللي كتب اسمي هنا بنرجع على نفسي مش كده لا بتكتب كل واحد يرجع على نفسه ويفهم اشرح يا رهين اشرح يا حسن اشرح يا محمود اشرح يا لينا عشان ايه بقى ما نرجعش نتصل بعض ويقول لك ده السؤال باظ مش كده لا لان السؤال فيمورال كانيل من اصل زي ما تشوف دلوقتي يبقى الفيمورال كانيل لا يتجزأ من ثمر الشيس وتشوف كويس جدا ثمر كمان هي ميديا الكومبارت بتاع ثمر الشيس يبقى بالتالي الناس الصافية عندي ثمر كمان ثمر كمان الجوبايل يبقى أول عنوان في الصفحة سايت أنا نفسي كده معنا كتاب ولاد وكلنا مع بعض الناس المختلف مذاكرة اللي ما بيتايتلش ما بيكتبش مش كده لا يتايتل يعني ما فيش حاجة تحط جنبها لما يبقى حتى لو بص بس اتليس يبقى في دماغك في طيب لان الباراجرافات بتطير فلما تبص كده للطلبه المحترفين هو كله بيطير بس نقلل شويه اول صف الكيوباي انه لا يحتلنا زميل الكومبارت وفيبر شيت يبقى الفيبر كمان هي مين؟ هي ميدي اتسايت اس اي تي مش كده ده بنزله سايت خلاص تاني صف قال لك انها كونيكال انشيل لا ثاني شيء ده ضلال كمل السطر بلينس واحد ونص سنتي اتفكر ان ما شرحش كل شيء كويس فبدا يشرح ده لها ايه مكسوميز يبقى اللي بعد كده بيشرح فيها الايه بشكل تاني يبقى رجع تاني للشيب عشان يكمل الشرح مش كده
الإرث طريقة الدوره تبقى مقفولة لأن الفشة برايمد على بعضها يبقى تحت هنا كده الإبس طريقة الدوره اللي هنا والأنتين وول قفل مع التصوير وول مقفولة على بعضها الناس اللي قد مصطفى لا الورقة اللي بتحللها الشيز هنا كده الفيبر الشيز قال الناس الصحيين لما اسأل سؤال الفيبر الشيز هنا عدى في الأرض وخرج لبره كده وعدى في البيت ونازل كده يبقى الاثنين دول معديين وخارجين تمام احط السرطان ده كله في الشيب بتاعي حضرته وبيعمل كده الفيمور هنا الناس الصاحيه اللي هو جلد مقفوله كده ليه مقفوله كده؟ قال لك الدار الامامي قفل على التحتيه اللي وراه اما الاثنين التانيين مقسومين عشان يخرجوا منهم دول ويبقى الكلام عندنا ليها امس دايركت تاونر اند ايت يوز يبقى البيت بتاعتها دايركت دي اول البيت بتاعتها الاول اسمها فيمورالي اسمها ايه بقى؟ فيمورالي ودي تبقى فاتحه على ناحيه الابدومن مش كده برضه ولا لا؟ الفيمورالي دي مقفوله بشويه فتاه كده في الفيمورال سيلتر ولها حدود اللي مش هيسمعني هصوصف في البيت مش كده ولا لا؟ انا نفسي بصوصف وانا بشرحها فانتوا هتسمعوا كويس قوي حدود الفيمورالي اللي مهمه جدا 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 مش كده ولا لا؟ وهنبص مع بعض حدود الفيمورالي اللي طبعا مشتركين انا الشطار مش كده لا او لسه سؤال فين نقول بقى عشان نسمع قالوا ايه؟ اللي عندي هنا التوريد الضهر الشطار قوي 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 التمرين حاضر حاجات تصميم فيها قوي يا عبد قالوا ايه الاسبوع اللي جاي؟ نفسي بس حد يبقى فيكم ايه؟ محترف كده الاسبوع اللي جاي طبعا اولا دي ابدومين الله الله بص بقى معايا دايما لما تيجي تمكن ولا اكتيف سبيرت سباين اللي هي بنت الراس ده اسمه ولاد الدوينامي ولما بسمع هنا بيبقى في خط في البيبي بوت اسمه اللي هنا ده بصوا على الناحيه الثانيه نبص على دي الاول وانزل اللي انا قلته ده اسمه بيبي بوت ده الرابع بوت كان اسمه بيبي كريست وده اسمه بيبي كيبك السادس ده كان اسمه بيكتينيال سيرفس والخط ده كان اسمه بيكتينيال لاين تاني بقى الكلام ده رجع كده انا عايز ابص تاني كده اسال سؤال دي كانت دكتوريه الفرع المقفوله بالبرين هي الابر بورد ده اسمه بيبي كريست والتوبيكل ده اسمه بيبي تيبيك بيبي كريست بيبي تيبيك ابر بورد الكارديمي بورد اسمه بيبي كريست طب الحته الرايت دي اسمها ايه؟ بيبي تيبيك السنتر ده اسمه بيكتينيا سنتر اخد من ورا الرايت اسمه بيكتينيا رايت طبعا انا عارف انكم بتركزوا معايا لو انا عملت كده لو ده البيبي كريست هنا يبقى في البيبي كريست على الناحيه الثانيه او الحمد لله يا رب لو ده البيبي كريست هنا يبقى في البيبي كريست على الناحيه الثانيه الحمد لله يا رب لو هنا ده البيكتينيا لاين فين البيكتينيا لاين على الناحيه الثانيه متلزق في حاجات كده اللي هو ده صح الكلام ده بقى يبقى ده البيكتينيا معايا ولا مش معايا؟ مش معايا ده مش معايا طب ابص بقى اللي جاي ده ابص بقى على الناحيه الثانيه لو ده البيبي كريست متأكد سبيرس 5 منهم ليجمنت اسمه الليجمنت ده اجوان الاجوان اللي انت بتراك كده بدا منه جزء راس الميديال بارت بتاع البكتيريا الراي الجزء المثلث ده اسمه لاكيونار ليجمنت بص بقى لما تتسلل ساعتها كده لاكيونار ليجمنت فين لاكيونار ليجمنت بقى باسم خواجه اسمه جيمبرنيل كنا بنعرف الجامعه النهارده بنقول ايه جمبري 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 جيمبرنيل ليجمنت هو الراجل بيبقى جمبري جيمبرنيل ليجمنت اهو الثاني ده بص ولا رجعنا كده تاني انت طبعا مش هتسرع عشان انت هتيجي البيت وتطلع عينك ان شاء الله فين الاكل اللي جاب بتاعنا ده اسمه الاكل اللي ده جزء من الانجوينر ولا جزء من البكتيريا لاين بيطلع منه امتداد على بيت البكتيريا لاين اسمه بكتيريا ليجم اسمه ايه الليجم الصغير اللي هنا ده بكتيريا وده اسمه لاكنر بكتيريا لاكنر بكتيريا لاكنر طب مين الليجم الطويل ده اسمه انجوينر ده اسمه ولاد انجوينر انا بقى بتاعتني بالاول انا بقى استخدمت كل الفنون بتاع دي اولاد اللي هو قالوا بتاع الفيلم الكاميرا الرشيش لو حد فينا شايفه كده بقى الاسود الاسود شوفوا شوفوا الفن بقى ده الاداء يعني ده فيلم عامل بص كده ده الفيلم الرشيش ده كده طبعا دي اي ده مين اللي هيعدي هنا الاحمر ده؟ اه طب ايه الاصفر ده؟ لو حد قاله بقى الفيلم طب فين الفيلم بقى؟ فيلم فين؟ الميديا بارت دي فيلم كانين القمر انت دي اسمها فيمورال رين اللي يعرف كل حدودها يدفع 5 جنيه مش كده لا مين من ورا ومين ميديال ومين قدام ومين لا ليه بيقول الحدود يبقى معلم مين من قدام مين جوينا ليه ومين من ورا
سلسلتها مطلوبة والله العظيم مش كم لا قبل سنة أولى، وبالتالي عشان فيها كلينيك المعتصم قاعد هنا مش كم لا المعتصم في الحتة دي مش وانت بتقلبها في البيت هتتأثر حالي. لما أجي أسأل سؤال للطلبة الصحيين للدكتور المعتصم بتاعك أنا قلت أي حاجة قلت فيها كلينيك كان تعمل الدكتور المعتصم متباين بالقوة مش كم لا عشان تبقى عارف أنت بتذاكر إيه. لما أجي أسأل سؤال للطلبة الصحيين كمان بقى العلم ايه؟ الهيربون. هل الهيربون بتاعي تبقى واقفه كده ولا ميتة؟ هي ميتة. طبعا انا اسال سؤال. اللي جابت هنا دوت تسع اولاد جوانا ليك؟ الجوانا ليك كانت بتاعنا اولاد تشيل قلبه بيتقطع بقى. العالم ده اللي انا بعمله معاكم ده اجوان اللي خاصه بحالي الموجود ده لو حد فينا صاحي تقول لي بقى لما صاحي كده لو ده اجوان اللي جاب بتاعي المسبب ده بس اللي جاب اسمه لاين والابتداء السؤال اسمه بكتيريا. هسألكم سؤال، لو الهيب بون دي راكبه كده يبقى هقدر اقول ما حدش صاحي انا اعدي هنا كده في رشيش الميديا بارت في الكوما كانين والقرب ايه بسماء المورين بس ليه بقول شكله؟ ليه بقول ما يلا ده يتنس؟ قال بقى لي بقى لو انت سكتوا بقيتوا كده وخدت القلم بقى بقيتوا كانوا مين اولاد لو ما كده الكوما كانين عديتها كده دي كان هي الكوما كانين سكنا بس كده من تحت كده من مسك كده ولين طب بقول انا ولين لو عملت كده بقى اللهم بقى عملت كده لو عملت كده ولاد حد يقول لي الكاميرا ليه؟ مين قدامها ومين وراها ومين ميديال ومين لاتر لو حد فينا صح؟ مين بقى قدامها؟ وين ليه؟ ومين وراها؟ ميديال ليه؟ ومين ميديال لها؟ لكن انا ليه؟ ولاتر لها بين النصف والكاميرا ليه؟ ما ينفعش افحص الكلام. يبقى احنا بنقول الكاميرا ليه بقى بتاعتنا كده؟ نقدر نقول مع بعض تاني مين من قدام ومين من ورا ومين ميديال ومين لاتر والرجل دي فتحة هتقف من فوق مقفولة فتحة يعني كفاية كده بيسموها في مورال سيرتر اسمها ايه؟ في مورال سيرتر اي واحد كده من الناس المشتركين مذاكرة ابص في كتابهم كده وايه؟ في كتابي ده انا ولاد طبعا ازاي كويس بص في الرسمة دي وتقول لي بقى انت بتستنتج ايه لو هو هيذاكر بجد؟ عندنا ولاد في رسمة كده في كتابنا اللي هي قبل اللي في الكاميرا قدام الكاميرا فيه. أولها فوق. في مرة كنال هي الميديا البار وفي مرة شيز.
تمام دكتور تاني الفيبر كده عشان شكلها كل تنشيف قالها بيت واسعه وايه والنبابه بتاعها وجدار الشيس قفل معاها في الاسطول الفيبر كده ليها رينج المفروض اسمها فيبر رينج فتحها القفل في الاسطول الفيبر رينج دي حدود فيها ايه بقى الصحيح مين من قدام ومين من ورا ومين ميديال ومين لاترال مين من قدام ومين من ورا كده الجوينا ليجن ومين ورا بكتيريال ليجن ومين ميديال ليجن لكن ومين لاترال ليجن اسمه فيبر دكتور معتصم الجيال الشفوي لما كان بيكتب كانت الفيبر الكنال دي ممكن تبقى القعده بتروح مش كده بقى شوف قد ايه الموضوع في دماغه فيبر الصفحه دي تقعد تسمع 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 لغايه ما تروح فالفيبر الكنال الاهميه ليه ربنا عمل الفيبر الكنال؟ اولا ربنا حط الارض مع البيت جوه الشيس انا لما العب رياضه الدم بيروح من جوه كتير فالدم رجع كتير الدم رجع كتير طبعا الارتري يودي دم كتير ارتري القلب يشوف الشيس يعمل براحته كده. إلى بدل الألبان ما يقدرش يشوف الشيس. ليه ربنا حط الأرض مع البيت جوه الشيس؟ أصلش أخذ أخذ زي ما قلت بقى زي ما قلت أخذ 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 طيب وفي نفس الوقت كتب كل اللي انا بقوله لكم مره ثانيه قال لك الديفرنت بتاع الفيزكس بتاعت اللور طالعه منها طريقه مش كده لا يبقى الانفيزكس بتاعت اللور هتتجمع كلها تروح للليف نوت في الكروكي وتسيبها وراحها على ناحيه الابدون يبقى الديفرنت اللي مش ابدون تبقى وبقديس لو عينك قويه خارجه من اللور مش راحه اللور خارجه من اللور مش كده لا الديفرنت بتاع اللور هتعدي من خلاله طب ايه كنت بقى حدوث هرنيا اسمها فيمورال هيرنيا فيمورال بيعمل ايه كده الفانكشن الاولاني ايه ليه ربنا عامل فيمورال كانال عشان يسمح لمين يا اولاد الاستنشن اوف ذا فيمورال فين انت عارفين على الان عايز الاستن لو انا بلعب رياضه والدم رايح كتير الدم راجع كتير هيبان الاستن جنب ارض جنب ارض استريح له لو كانت الدنيا قافله عليه ما كانش يقدر يعمل استنشن مش كده ربنا عامل فيمورال كانال لو الاستن ده عامل راحتك لفيمورال كانال بتاعت تذاكر ايه قالوا ليه from the deep, you're going to the shoulder, yeah. If we're to the
And I'm just gonna tell you, but some of the deep in the low, they get her, lymph visit upward, with a thought as in the youth, and then upward lymph visit from the deep in where the low, but even the margin, you must show the letter away. But different. I'm sure that A, you have a different one, upward, you have a margin upward, stabbing it upward. ونرجع نقول ان ستيل صورة الدكتور شرح الدكتور مطلوب معانا. قاعد معانا في الاوضه مش كفو لا ايه؟ جدا. والله الاستاذ بجد ما فرحش. لا ما فيش عمر ما فهمته بالعدم. هو معروف بجد ده طبعا يعرف ان الدكتور وحش. لا والله ابدا. عارف كان الدكتور مطلوب طبعا كل شيء سنة تروح بالمرة مش كده لا عمال 10 15 حمل كل مرة
تنزل بره الجسم وعرض جوه فيها اوبريشن جوه بيزيد يبقى الهرنيا هي بروتروجن. بروتروجن من ايه؟ خروج جزء من الابدومينال كونتنت او سايد الابدومينال كافيتي. حلو. الابتداء عايزين نعمل مع كرستيان الابتداء اولاني انا اللي اقدر اجيب من وراها. عايز ايوه بسرعه ايه ده انتوا عارفين اهو ما شاء الله راضي. قالوا ليه؟ يبقى الهرنيا والهرنيا تكون مع بعض. الديفينيشن بتاعتها ايه؟ البروتروجن الكلام ده مهم جدا. طبعا انا ما اقصدش ان ما يجيش التحريض ده يعرفنا بالموضوع انما اللي جاي ده التحريض. هرنيا ديفينيشن از ذا بروتروجن اوف لوب. لوب يعني لفه كده من الامعاء عامله لوبس كده كده يمشي لوب من الانتست. الاومنتم الاومنتم ده الريتونيوم المتصل بالمستمر. حريكم الصوره اللي احنا بنجيب غشاء كده ده للمستمر. بروتروجن اللي هي ولاده الانتست اللي لوب من الانتست اور اومنتم سرعه ديفكت في الابدومينال وول. ديفكت يعني نقطه ضعف. اسبان ويكنس في الابدومينال وول وانكريز انترا ابدومينال بريشر. واحد بيكح عنده بيحزق عنده انسان ست بتعمل بتحمل كتير كده بطنها بتتزن. المهم الفيمورال هرنيا بقى الناس اللي قاعده مركزه قوي في لينك اسمها فيمورال هرنيا فتحه على ناحيه الابدومين. تمام فتحه على ناحيه الابدومين ست كورس الدال عندهم وايت بيلبس. الوايت بيلبس يبقى ده معناه الفيمورال هرنيا بتاعتها اكبر شويه. يضيف على ذلك ان الوايت بيلبس عندها البس الصغيره الفيمورال ارت الصغير بالنسبه للسمين. يبقى الرنج اللي عند الست دي تبقى اوسع ولا اكبر من الراجل؟ اوسع. فبالتالي معرضه للرنيا بالذات بقى في الستات اللي عندهم عدد الولاده كل سنه مره. فالست دي لما بتولد كل مره بتاخد لما كل سنه سنتين. بعضها وهي بتبقى قد كده. زياده الضغط باليوترس جوه ده معناه انكريز انترا ابدومينال بريشر. والشده دي كلها عملت ايه في الليجمنت بتاعتها؟ ضعفتها. يبقى بقى عندي ديفكت وضعف والرنج اللي كانت محكمه نسبيا بدات توسع وتدايليت وبدات تبقى نقطه ضعف. البريتونيوم اللي بيبطل الابدومين يبدا يزق روحه ويخش الرنج دي فينزل لتحت روح على ناحيه تاني شيس يا ولاد الفيمورال شيس ويبقى في هرنيا طلعت كده من السايد بتاع الست وطلعت هنا كده وهنحكي القصه بتاعت ايه؟ هرسم بقى على البورد كده حلقه بدائيه زي اللي رسمها هنا فوق. الناس صح يا ولاد معايا تقدر تقول لي بس سامعين كويس قوي. لو ده الفرق الضغط الامامي وحط له قدامك اولاد او خلفي يقول لك بصوا ليه؟ لو ده انت الارقام الاربعه عملوا كده. وفي نقطه ضعف ايا كان سببها. من بره بيبقى في جلد وفي فشل وفات. اللي بطل الاكل ده من الاولاد لما كده بريتونين. الغشاء البريتوني ممكن كلنا يا جماعه ما بنسموش في الجاي. الغشاء البريتوني يتزق ويطلع لبره كده. يعمل كيس بريتوني بره. مكان خروجه دوت اتسمى الديفكت اللي خرج منه، الديفكت اللي نقطه الضعف. الكيس البريتوني دوت هو الهرني. طب لو جزء من الامعاء زق روحه طلع معاه جواه كده يبقى دي كونتينتو بتاع الهرني. يبقى ده كونتينتو جواه. طيب الكيس البريتوني اللي طلع بره دوت البريتونيوم ده مش شكل البلورا بيبطل الارض عليه شويه كفر كده وسكين. لما اقول الشريك يخش عامل عمليه هرن. طب يا دكتور انا اشوف الجلد والفشل وانا بقى بوصل للبريتونيوم. ادي حاجه شقها الشريف لغايه ما اوصل للبريتونيوم اسمه كفرنج اوف ذا هيرن. الكيس البريتوني هو ده البدايه او الهيرن. اللي يحتوي الكيس ده اسمه ولاد كونتنت اوف ذا هيرن. ولما يا جماعه عشان تبقوا فيديوهات كتيره وكده لو كل واحد عايش في مكان ممكن يبقى مفيد. الكونتنت بتاع الهرنيا بتخرج وترجع تخرج وترجع. يعني لو وقفته كحيت قوي 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 تيجي طالع. لو جبت على ظهره وقعدت زقها كده ادخلها تاني. مين اللي داخل خارج بقى لو كده؟ الكونتنت. مين اللي بقى طالع بره ولازق وما يخشش ويطلع هو مين هو كده؟ الكيس البريتوني. كيس البريتوني من اللي طالع لبره ده لازق بره. ما بيخشش ويطلع. لو اي واحد جه النهارده عنده بابا اخوه اي حد عنده هرنيا وقعد تشبع بس كده من عشان انت بتتعلم اساله وشوف بيرد عليك. قول له هي الهرنيا بتخش وبتطلع هنا طبعا. طب مين اللي بيخش ويطلع بقى بعد كده؟ الكونتنت. طب مين اللي لازق بره ما بيخش ويطلع؟ وكيس البريتوني. يبقى انا اسالكم سؤال لو عندنا ما بين الطب. انا هعمل عمليه اعالج الانسان ده. هعمل ايه؟ همسك بشرتي خضرته اشوف الجلد
شوف المشهد أوصل لمين؟ كيس البريتوني. أي حاجة شقتها قبل ما أوصل لكيس البريتوني اسمها recovery of the hernia. ألاقي كيس البريتوني قدامي بفتح لو لسه في أي جزء من الكونتنت الصغير مغطي العيان. الكيس البريتوني نفسه بنقطعه بنشيله ونخيط مكان الأرض. وكمان قبل ما بقى نحط الشاشة كده لقيت حاجة معدن وحاجات كده غريبة بتشتغل حط حتة فشة حاله وحاجة يطلع على راسه بعضها ببقى عارف الهرنيا بتاعته. من النهارده وانت لسه في سنة أولى لو في عيان قال لك الهرنيا خرجت ومش عايزة ترجع لازم يروح المستشفى في ساعتها زي اللي بضرب قصاصها. ليه بقى كده؟ قال اللوب اللي طلع ده لوب بين الأمعاء فص أمعاء بره اللوب ده مسدود بره لو رفع على نفسه كده يحصل ايه في الجلد صبراي بتاعه يتمنع يحصل ايه في الحته اللي بره دي تموت. طب انت عندك طبعا عشان العارف اللي انتوا فاهمين لو الاستمك واقفه كده والاستمك عامله كده وطلع منها الانتستن عامله كده كتير كتير وحته من الانتستن ده مزنوقه بره والطريق بقى مسدود الاكل ينزل كده 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 هيخش هنا يرجع الطريق ده مسدود يحصل ايه في الطريق بتاع العيان ده؟ طريق سد. وبالتالي في الحاله ديت الناس صحيانه يبقى انا عندي كده عيان عنده انسداد في مصران السداد ده لو اتطب اللي عنده هيموت مش شفته لقى. فبالتالي مره تاني عشان انت تبقى مفيد العيان او العيان اللي عندها هرجه طالعه ورافضه ترجع يبقى لازم يروح المستشفى ساعتها مش شفته لقى. وده على طول انت في البيت ممكن تبقى جار او جاره او كده وبتشتكي ان جاره عنده هرجه ويقول لك من الصبح طالعه ومزنوقه بره عشان تخش ده كل ما بتعدي عليه ساعة أكثر أنت بتفكر أكثر في موضوع مش كده ده طبعا ما بنقولش لحد أنت هتموت في وشك بس بتلح عليه الحكم لدرجة ما تقفل لو طولنا هتموت مش كده ده لازم تروح مستشفى. فبالتالي مرة تاني الهرنيا بقى إيه الهرنيا تاني؟ الهرنيا عبارة عن ميولين بروتروجا بروتروجا الميولين للكونتنت بتاعتنا أو سايد ميولين الأردن. الهرنيا دي فيه أنواع كتيرة فيه جواينر وفيبرر الهرنيا النهارده هي عندي هرنيا ولاد ليه الفيمورال هرنيا هتبقى مور كومن في الفيميل عن الميل تقدر تفهمها ولا لا؟ الفيميل عندها فيمورال رينج واسعه. ليه الفيمورال رينج بتاعتها واسعه؟ البلبس واسع والبس صغيرين. هنا في الكتاب اكتفى بفكره البلبس الواسع انما لما تيجوا في سنه ثانيه هيكتب لكم سبب ايه؟ والاسطول بس الثالث فالفيمورال رينج بتاعتها والفيمورال كمان بتاعتها واسعه لو عرفت فاكتور اهم جدا اللي هو الريكارد تحمل البريجننسي الكتيره مع وقت ضعف العضلات وفيتنس وزياده الانترا دومينال بريشر يبقى الستات هيجي لها فيمورال هيرنيا. ليه جالها فيمورال هيرنيا يا جماعه؟ في نفس الكلام عشان الريكارد تحمل مع الحمل الكتير الاربطه بتضعف والليجنز بتضعف والاردن كلها بتبقى ضعيفه والعضلات ضعيفه ده فاكتور وكل حمل معاه الاضطراب بيزيد جوه العيل بتزود الانترا عندها فيمورال شيز وعندها فيمورالي بالموضوع قصه ثانيه مش كده؟ الايه بقى هو الارجن؟ ما اصابك يا اولاد هي الطلبه الصحيين الناس الاساس عباره عن مين؟ عباره عن اولاد محدش صحيان. اللي عندنا بقى الفيمورا مختلفين يا اولاد بس محدش يبقى صحيان ايه؟ اللي شرحنا مع بعض يا اولاد فكره الهرم. الهرم لو جيت شرفت برضه واحد ولا سنه ثانيه الارضوي هشيل جلد. بعد ما تشيل جلد تشيل سوبرفيشال فاشل. سوبرفيشال فاشل في الارضوي عباره عن سكين وشويه فيل وممبرينوس فيل. يبقى الفاشل في الارضوي كم طبقه ايه؟ واحده بازي والثانيه ايولاز ممبرينوس. الممبرينوس فيل موجوده في الرول بارت بس. يبقى انا لو جيت قلت لك تشرح الارض بلا جلد. هتشوف شلت جلد الدكتور لقيت ايه؟ شلت. في الأول بارت أقرب من السرة ألاقي العضلات ظهرت. طب واللور بارت أقرب من السرة ألاقي لسه في ممبرين. الممبرين ده موجود في أي جزء من السرة من الأول اللور بارت. طب الممبرين اللي تحت السرة والتنين اللي تحت. لو تتبعته هو اللي رسمه أصفر دوت. الممبرين ده بيعمل إيه؟ ما حدش سرحان. على البص سايد اللي هيسرح هيروح النار. قالوا إيه؟ الممبرين دوت موجود في الأرض دي نقطة السرة. حد فينا يقدر يقول فيه الإجوانة دي ما تقدرش. هو ده
ولا هو ما شاء الله. هنا بدأت أجيب اكتباك وإذا سيمس فيوز بحد سرحان الممبرينس هي اللي هي موجودة في الأبدو من في اللور بارد تعادل سوبرفيشال لنجوانا ليه، وبعد ما تعادل حدود الفتحة اللي في دي فاشة اسمها سابينس أوبري تنزل روحها في الفاشة لازل وتنرزل فيها الدعم. يعني ده معناه في الجزء اللي أنا أخذ دوت لو شرحت بلاقين لو شرحت بلاقين لو خدت نصاح هل المنظر عامل ازاي؟ انا دكتور في مصر شرحنا لاقين في الجزء الاول طلبة في مذاكرة اسمعني كويس. لو انت شرحتني وجيت عملت كده هتلاقي ان في ممبرين، الممبرين ده تشيل الجلد من الاول تشيله، تشيل الباب تشيله تلاقي ممبرين ظهر. الممبرين ده مستني فوق لا تحت بس. الممبرين ده موجود في الابدو من هنا لما اروح فيه لاترال يعدي على الكوين ليجمنت الكام وروح الصايد بنطلوني دوت هو الفاتشة نتا بتاعه اللي فيه خرم اسمه سابينس اوبري يعمل ايه الممبرينس تنس تعدي تروح للصايد. بعد ما تعدي حدود الخرم دوت في لازم اروح على الفاتشة نتا في الابر بارد ممكن اتصرف بني ادم اللي هي بتعمل كده طب في اللور بارد ما اعرفش اصير عنه. يبقى ده معناه الممبرينس اللي عملت دي للناس الصحية ديت انا موجوده في الابر موجوده هنا تنزل على الصاي هنا وعلى الصاي هنا تلاقي فتحه موجوده هنا مين فتحه ايه؟ الصف النصوم. تعمل ايه لما تيجي عند الصف النصوم؟ تعدي عليه وبعدها تيجي لازم اروح على الفرشه نام لما حد السفات تبقى لازقه كده بتدينا مثلا 100 جنيه وصل ل 100 تبلكن لازقه هنا كده ولازقه كده. فبسال سؤال مين الورقه اللي تمثل مين؟ ممبرين الزيت الورقه اللي تمثل مين؟ ممبرين الزيت بطلين بس يبقى مره ثانيه الورقه اللي تمثل مين؟ ممبرين الزيت هو بطلين بس مين؟ فرشه المفروض يبقى في خرم هنا مش كده برضه لا اللي هو مين؟ صف اللي هو مين؟ صف اللي هو مين اللي هنا ده؟ صف الصبر. طب الصف الصبر اللي موجوده هنا كده تمام الصف الصبر دي بتبقى مقفوله بشويه فاز اسمه كريب ريفورم فرشه اسمه ولاد كريب ريفورم فرشه اسمه ولاد كريب ريفورم اسمه يا ولاد اسمه يا ولاد كريب ريفورم زي الوصفه كده. يبقى لو انا تخيلت تخيلت ان انتم فاهمين وعملت دي كانها الفرشه لاد والفرشه اللي فيها لسه بقى لي فتحه ولاد صف الصبر ومقفوله بشويه ايه؟ اللي تقدر تقطع كده تبقى مين طبعا ولاد؟ ممبرينس. اللي حطيتها تبقى مين؟ ممبرينس. يبقى انت بتشرح تلاقي المنظر كده ورجعها تاني، تقعد المنظر كده ورجعها تاني. لو انت سالت سؤال الفتحه دي اسمها سابينس اوبري مقفوله بشويه ايه ولاد فين؟ لو الشيس لسه ما متخلصش فالمفروض هنا يبقى في شيس واقف كده اسمه الشيس اللي جوه اسمه ميمورالشيس. السابينس اوبري السابينس اوبري السابينس اوبري فيها شويه ايه اسمه كريب ريفورم فانش زي المصفى كريب ريفورم المصفى شيء كده فورم شبه المصفى. انا ممكن اسال سؤال لو ميديا دي تمثل الشيس الميديا برضه بتاع في شيس كان اسمها فيمورال كانين اللي موجوده هنا في النفس واحكي لك القصه دي اللي انت بتتكلم فصعب. لو في هرنيا دخلت الفيمورال كانين مش هتقطع حاجه. اول حاجه تلاقي الفيمورال كانين معقوله من فوق السيرتم اسمه السيرتم ده فيمورال سيرتم تزقه بطريقه ولما تزق الفيمورال سيرتم بطريقه وتنزل لتحت تبقى دخل تاني شيس لما كده فيمورال شيس بتغطيها بالفرشه ليه بس الفرشه اللي انت فيها خور اسمها صفينه الصغري تبقى دي نقطه ضعف. تعمل ايه يعني انت اللي دقه قدام لو حد فيها قال له طبعا قدام بتصب مين بطريقه تبقى زلقه هيسيب الوول بتاع الفيمورالشيز وتلاقي مين الفرشه دي اسمها كريم ريفورم فرشه تزق اكتر لها كمان تبقى مره كده تلاقي مين اللي قافل عليها الدنيا ممبرين ستير لازم اروح هنا وعامله لها كده. طب انا اسال سؤال لو دي بدات تكبر اللي يقول لي بتروح لفين يبقى تمشي ابورد لا ليه تطلع ابورد لا بقى لما كده عشان تقابل هنا وتقفل لها الدنيا كده وسابها اطول هنا كده بس. يبقى الهرجه دي لو اتصل بالست لو خدت كده واقف على هذا الكلام قبل ننزل من البورد بتاع دوت قال له احكي لي تنزل ازاي؟ نمره واحد تنزل داون نمره اثنين تيجي فورورد نمره ثلاثه بتطلع ازاي؟ ابورد باكورد راح على ناحيه انهي سباين؟ انتيريور سوفي يعني الست دي لو وقفت وحزقت قوي 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 حزقت جامد جدا 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 اللوب بتاع الانتستين جزء الامعاء هيعمل ايه في الفيمر والستة؟ هيزق ويزل دي تحت طبعا من الاصل ويجي شده عليه جدا ويعدي جوه مين؟ الفيمر والشيس وتجي هي عامله ايه في الجدار الامامي بتاع الفيمر والشيس؟ زقال وتطلع من الفنش اسمها كريم ريفورم فاش تطلع على الارض تلاقي مين موجوده اللي قافل عليها دي ممبرين تروح اي اتجاه لما كده ابورد لاتر لو حطيت راس بس في الكتاب كده وحكالي بس تفهمني
الزاهر بريتوريا الجديد والله
حد بيدي عليا بنصف. بصوا ليه؟ الهرنيا الراجل هنا في كنال اسمها اجوانا الكنال. اجوانا الكنال اعلى من اجوانا ليجا. اجوانا الكنال دي ماشي فيها حبل اسمه الحبل المانوي سبرماتيك فورس. بتوصل تحت الخصيه التاسع ده في الرجال. الستات كنال صغيره جدا ماشي فيها ليجا مترفيه قوي. فالهرنيا اللي بتحصل في اجوانا الكنال الاباب الاجوانا الليجوي هتبقى مور كومن في مين؟ في الراجل عنده أي مرض ضعف له كنال أمعاء تطلع من الديس. الفيميل عندها فيمورال شيز الفيمورال رينج أوسع ينزل الهرنيا وتطلع. البيبك تباركل هنا لو سألت سؤال للطلبة الصحيين مين اللي الهرنيا تبقى أباب ومين دي البيبك تباركل ومين الهرنيا تبقى بيلو لاتر البيبك تباركل بقى أباب أند مين دي تبقى مين؟ إجوانا وبيلو أند لاتر تبقى مين؟ فيمور. تبقى فاكرين احنا لما خدنا الادكتور لونجس قلت لكم في الادكتور لونجس بحط ايدي على العيان كده وادكت كده احس التندو بتاع العضله عن طريق اجيب انهي تباركل بيكتبر. لو الورم في العيان طبعا المفروض منه في ميل فصل احنا بنسيء ان احنا بنفصل بطريقه ثانيه. لو الورم اعلى من بيكتبركل ومين ده تبقى مين؟ تبقى اجوانا الهرنيا. وفي الاجوانا طب ولو بيلوها ثلاثه تبقى الهرنيا ولاد. يبقى بالتالي بالنسبه لي للطلبه الصحيين تحديد الديبك تبارك اللي بصيت في كتابكم بس كده اولاد بس انا لكم بعض سوري انا اولاد في دعاء سجاد حرام اقلوني لو قريت لما بايا بيتحملوا دلوقتي بس والله انا اولاد اسمعوا ببعض عليكم الله كل واحد منهم في التابل. قالوا ليه؟ قالوا يا ولاد يلا بس اسمعوا الدانيك الدك اللي هي بدايه الساك انك بتهر صفحه 73 كلينيك الديفورت الناس السبعين النيك اوف ذا ساك النيك يعني الدايك ادي حتى في فين النيك بتاعتنا في الرسم فين النيك؟ البداية اسمها ايه؟ نيك وكمته اسمها خنص وجسمه اسمه ايه؟ بطن. يبقى كيس البريكوني ليه ثلاث اجزاء البداية اسمها نيك والنهاية اسمها خنص وجسم اسمه ايه؟ بطن. ربنا يستر ان شاء الله. ذا نيك اوف ذا ساك اوف فيمورال هيرنيا لايز بيلو اند لاترال نيك اللي بيكتبر وانت بنجوين الهرنيا اللي احنا ما نعرفهاش خالص ابابا ايه؟ مين؟ هجيب البيبي اكتوبر ده يبقى لازم ابقى عارف عشان كده انا قلت تندر الادكتور لونجاس لو قاعد مع بابا في البيت هلاقيه بيسالني يقول لك البيبي اكتوبر ده تجيبه ازاي؟ وانت مش عارف ايه اهميه البيبي اكتوبر اللي طالع من تحت الارض ده؟ يبقى بنجيب بيبي اكتوبر عن طريق تندر بتاعني عضله ادكتور لونجاس. يبقى الهرنيا اللي اباب عند مين دي لينا دي تبقى مين؟ اجوين. والبيولاتر دي تبقى مين؟ فيمور. اسال سؤال مهم جدا. ثاني نقطه في الابلاين بقى ريدكشن ريديوس يعني ايه؟ اختزال. ما افتحش بقى مش الاكسجين بنختزل الكربون دايكسيد وكمان الدبل الاختزالات دي. فالاختزال يعني ايه؟ ادخلها تاني. طبعا مين اللي بيخش ويطلع؟ الكونتين. مين اللي ثابت بره؟ البريتونيوم. اللي عمره ما هيدخل ويطلع الا في اوضه العمليات تدفع العيال الفلوس طبعا. امال احنا قاعدين ليه؟ خرجنا مع بعض تاني. يبقى عيان هينفع علاج الهرنيا اللي هفتح وافتح الساق واشيل الساق وادوق الكونتنت لو في حاجه جوه
والدفيك تخيط بيحطوا احيانا مواد كده صناعيه وشكل صناعي واكل عيش زي الفل ورجلوا مع بعض ويقفل العيان ممكن تجيله تاني والحمد لله يجيله تاني.